بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. ومن أذكار طرفي النهار من الأذكار العظيمة والدعوات المباركة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها كل صباح ومساء، ما ثبت في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موخنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موخنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها جميعا. وهذا دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة والتذلل لله تبارك وتعالى والإنابة إليه، ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، وذلك لأنه قد فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة وعلى عليها في الرتبة. ومن معاني السيد أي الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليهم، ووجه أفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالثناء على الله والاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق له عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه مقيم على الوعد ثابت على العهد من الإيمان بعهده وبكتابه وبسائر أنبيائه ورسله، وأنه مقيم على ذلك بحسب طوقه واستطاعته. ثم استعاذ به سبحانه من شر كل شيء، كل ما صنع من التقصير في القيام بما يجب عليه من شكر الأنعام وارتكاب الآثام، ثم أقر بترادف نعمه سبحانه وتوالي عطاياه ومننه، واعترف بما يصيب من الذنوب والمعاصي، ثم سأله سبحانه المغفرة من ذلك كله، معترفا بأنه لا يغفر الذنوب سواه سبحانه. وهذا أكمل ما يكون في الدعاء، ولهذا كان أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب. وقوله في أول هذا الدعاء اللهم هي بمعنى يا الله، حذف منها يا النداء وعوض منها بالميم المشددة، ولهذا لا يجوز الجمع بينهما، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، ولا تستعمل هذه الكلمة إلا في الطلب، ولا يقال اللهم غفور رحيم، وإنما يقال اللهم اغفر لي وارحمني ونحو ذلك. وقوله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، فهي فيها تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله، وإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته. وقوله أنت ربي أي ليس لي رب ولا خالق سواك، والرب هو المالك الخالق الرزاق الرازق مدبر لشؤون الخلق، فهذا إقرار بتوحيد الربوبية، ولهذا أعقبه بقوله خلقتني، أي أنت ربي الذي خلقتني ليس لي خالق سواك. وقوله لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك، فأنت وحدك المستحق للعبادة، وهذا تحقيق لتوحيد الألوهية، ولهذا أعقبه بقوله وأنا عبدك أي وأنا عابد لك، فأنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. وقوله أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أي وأنا على ما عهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك والقيام بطاعتك وامتثال أوامرك
ما استطاع، أي على قدر استطاعتي، فإنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقوله أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ إليك يا الله وأعتصم بك من شر الذي صنعته، من شر محبته وسوء عاقبته وحلول عقوبته وعدم مغفرته، أو من العود إلى مثله من شر الأفعال وقبيح الأعمال ورديء الخصال. وقوله أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بأعظم إنعامك علي، ترادف فضلك وإحسانك، وفي ضمن ذلك شكر المنعم سبحانه والتبرؤ من كفران النعم. وقوله أبوء بذنبي، أي أقر بذنبي، وهو ما ارتكبته من إثم وخطيئة، من تقصير في واجب أو فعل محظور. والاعتراف بالذنب والتقصير سبيل إلى التوبة والإنابة، ومن اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه. وقوله واغفر لي، أي يا الله جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة، صفحك كريم، ولا يتعاظمك ذنب أن تغفره، فأنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. بقوله تعالى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خدم هذا الدعاء ببيان الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يناله من يحافظ عليه كل صباح ومساء، فقال من قالها، أي هؤلاء الكلمات، من النهار موقنا بها، أي مصدقا بها ومعتقدا لها لكونها من كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إلا إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، ومات بيومه قبل أن يمسي وهو من أهل الجنة، ومن قالها بالليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح وهو من أهل الجنة. إنما حاز المحافظ على هذا الدعاء الموعود الكريم والأجر العظيم والثواب الجزيل، لأنه افتتح نهاره واختتمه بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته، والاعتراف بالعبودية، ومشاهدة المنة، والاعتراف بالنعمة، ومطالعة عيب النفس وتقصيره، وطلب العفو والمغفرة من الغفار، مع القيام على قدم الذل والخضوع والانكسار، وهي معاني جليلة وصفات كريمة يفتتح بها النهار ويختتمه. وجدير صاحبها أو المحافظ عليها بالعفو والغفران والعتق من النيران والدخول للجنان. نسأل الله الكريم من فضله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، وأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا أخرى بادية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونستفتح المقال بحمد ربنا تعالى، ثم الصلاة على النبي الإمام، ما لاح دوح وأيك فوق من وما لاح طير فوق أيك الحمام، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، في وفاة خالي أخينا وحبيبنا أبي سعيد، نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة وبعظيم المغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحان الله، ونحن عبر هذا البث وعبر هذا الأثير لنا حول بفضل الله عز وجل، منذ أن بدأت هذه الجائحة ثم بعد ذلك حولنا الدرس عبر هذا البث
لنا حول سبحان الله، تنتهي 10 شهرا ب 60 و300 يوم و52 مجلسا نحن عبر هذا البث. نسأل الله أن يباركه وأن يجعل من تكلم فيه ومن استمع ومن عاقل ومن عمل ومن بلغ في موازين الحسنات ورفعة الدرجات. وهذا كله يدل أيها الكرام الفضلاء على أن هذه الوسائل هي أسلحة ذي حدين، فمن استعملها في طاعة الله عز وجل فله ما استعملها، ومن استعملها في معصية الله فله ما استعملها. ثم نرجع ونقول أيها الكرام الفضلاء، إنما التوفيق محض فضل من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول في الآية التي من دلائلها البلاغية والصنعة اللغوية أسلوب الحصر والقصر: وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق لا يباع ولا يشترى أيها الكرام الفضلاء، وإنما هو محض منة وفضل من الله عز وجل. ولذلك على المسلم دوما وأبدا أن يدعو الله عز وجل أن يوفقه في صباحه وفي مسائه، ولأن هناك من يصبح غير موفق ومن يمسي غير موفق، وتجد في يديه الآلة وفي يديه الجوال من أحدث أنواع الجوالات، وعنده الباقة في الإنترنت من أكمل الباقات ومن أيسرها وأفضلها، ومع ذلك ينفق الوقت فيما لا يرضي. تابعنا أيها الكرام الفضلاء مجالس لشيخنا الشيخ عبد المحسن القاسم في مجالس الإقراء والإجازة، يتابعها الطلاب في أدغال إفريقيا على بعد الفجر. يتابعها الطلاب يا أخواني في أدغال إفريقيا بعد الفجر، يصلون الفجر في العراء، مصلى في العراء، يجلسون على الحصير أيها الكرام الفضلاء، جوال واحد يضعونه في مكبر الصوت يستمع به العشرات والمئات ممن حضر هذا المجلس. وتجد الواحد فينا أيها الكرام الفضلاء الحمد لله رب العالمين في نعمة في فضل من الله تبارك وتعالى، في سيارة مكيفة وفي دار مكيفة، والباقة عنده الحمد لله، ووسائل الرفاهية بين يديه، ومع ذلك يا إخواني الميكروفونات قفل الميكروفونات. وتجد مع ذلك أيها الكرام الفضلاء المحروم من حرم. ولذلك سألوا الله دائما أيها الكرام الفضلاء التوفيق، سألوا الله دائما السداد. ولذلك كان في الحديث، وأنا قلت لكم شداد بن أوس رحمه الله رحمة الأبرار روى حديثين عظيمين. الحديث الأول سيد الاستغفار، والحديث الثاني خير من كنز الذهب والفضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا شداد، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات، 10 كلمات عجيبة جميلة جليلة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وشكر نعمتك، وحسن عبادتك، وقلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحديث الآخر: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبو لك أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن هو شداد بن أوس؟ هو شداد ابن أوس ابن ثابت الخزرجي الأنصاري رحمه الله، المتوفى سنة 58 من الهجرة، أبو يعلى، صحابي أمير يعني من الأمراء، ولاه عمر على حمص الشام،
ولما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه اعتزل الولاية وعكف على العبادة، كان فصيحا حليما حكيما. قال عنه أبو الدرداء كما جاء في الإصابة في أخبار الصحابة وفي تهذيب التهذيب، قال لكل أمة فقيه، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس. توفي رضي الله عنه في القدس عن عمر ناهز 75 سنة، وكانت وفاته في سنة 58، وله 50 حديثا في كتب الحديث، ومن رام زيادة في ترجمته فليرجع إلى سير أعلام النبلاء، وليرجع للإصابة في أخبار الصحابة، وليرجع إلى تهذيب التهذيب، وليرجع إلى كتاب بغية الطلب في أخبار حلب لابن العديم، ويرجع أيضا في تاريخ دمشق للخطيب البغدادي إلى غير ذلك، ويرجع معذرة تاريخ دمشق لهبة الله بن عساكر، أما تاريخ بغداد هو للخطيب البغدادي رحمه الله. فلذلك يا أحبابي يا كرام، علينا دائما بمثل هذه الأمور. وهذا سيد الاستغفار، لأنه اجتمع على ألفاظ التوحيد، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. اللهم أنت ربي واللهم هي يا الله. العرب لا تسبق لفظ الجلالة بياء النداء إلا نادرا، فإذا جمع حرف النداء مع لفظ الجلالة أصبحت الكلمة اللهم. وهذا هو اللفظ القرآني واللفظ النبوي، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، وكما في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في أشعار العرب، كما في قول عبد المطلب لما جاء أبرهة ليهدم البيت قال اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، اللهم فانصرنا اليوم على الصليب آلك. هكذا هو الذي كان يعرفه العرب إذا سبق لفظ الجلالة بالياء، يجعلونها اللهم. اللهم أنت ربي الذي ربيتني بنعمك، وربيتني بكرمك، وربيتني بمنك وبفضلك وإحسانك. ولفظ الرب أيها الكرام الفضلاء يصرف للرب عز وجل ويصرف لغيره، كما قال ربنا تبارك وتعالى، قال معاذ الله إنه ربي. فاختلف أهل التأويل في ذلك، قالوا أن يقصد الله أو يقصد سيد البيت الذي رباه وأحسن إليه. ومنها كما قال للبيت أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، فيجوز أن تقول رب الدار ورب الدابة ورب العمل، لا حرج في ذلك، لكن إذا أطلق إنما يقصد به الله تبارك وتعالى. اللهم أنت ربي. وإما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا، أن صيرتني في قولك يا عبادي وأرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خلقتني. ولذلك الخالق هو الله عز وجل، والرازق هو الله عز وجل، المدبر هو الله تبارك وتعالى. قل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك الله عز وجل هو الخالق تبارك وتعالى، ولا أحد يخلق مع الله عز وجل. وهذا من توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق، أن الله هو الخالق الرازق المدبر. اللهم أنت ربي لا إله، أنت خلقتني وأنا عبدك. هذا هو توحيد الإلهية، إياك نعبد وإياك نستعين. وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آية 21 سورة البقرة. وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
وأول دعاء في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، وبيان هذه الصراط قال ربنا عز وجل صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور. وجمع القرآن في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فلا معبود بحق إلا الله، وأنا على اللهم أنت ربي لا إله خلقتني وأنا عابدك. وهذه هي أيها الكرام الفضلاء، وهذا هو المطلوب من الخليقة جميعا. الآية 56 سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقرأ يعقوب وصلا وقفا إلا ليعبدوني، قال ابن جرير واختاره ابن كثير وكذا القرطبي وغيرهم من المحققين من أهل التأويل والتفسير، يعبدون يوحدون، وليس كما قال أهل الكلام يعرفون، لأن الناس تعرف الله طبعا. أما رأيت أن الدابة إذا ظلمت رفعت رأسها إلى السماء، كما قال ذلك الهمداني للرازي فقال حيرني الهمداني، هذا شيء مجبول فيها طبعا، كلهم يعرفون الله عز وجل، حتى الكافر يعرف الله عز وجل، إنما كانت المشكلة عنده هو توحيد الإلهية، وأنا عبدك. وهذا من الشرف والفخر لنا أن نكون عبيدا لله، ليس عبيدا للإبل ولا للبقر ولا للشمس ولا للقمر ولا لهذه المربوبات كما يفعله أهل الشرك والعياذ بالله في مشارق الأرض ومغاربها، هذا يعبد حجرا وهذا يعبد وثنا وهذا يعبد كلبا، ومنهم من يعبد فروج النساء عافانا الله وإياكم، وهذا يعبد حمارا وهذا يعبد بقرة ويتلطخ بعذرتها وبروثها، نسأل الله السلامة والعافية، كما يحدث في بلاد الهند في بعض أعيادهم يجمعون روث البقر يتلطخون به، نسأل الله العافية والسلامة والستر. وأنا عابدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، العهد هو التوحيد، والوعد أن من وحد الله أدخله الله الجنة، وجمع الله ذلك في قوله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا يوم القيامة أن تقول أنت شهدنا يوم القيامة أن تكون عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الآيات، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أردفه على عفير، أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ هو التوحيد، وأن الله عز وجل كتب على نفسه وأوجب على نفسه من غير موجب أن من وحده وأدخله الله أدخله الله الجنة. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني ألجأ إليك وألتجئ إليك يا ربي من شر ما يصدر مني من الأقوال والأفعال، أبوء يعني أعترف لك بنعمتك، نكر في السياق هذه الجملة تدل على العموم بكل نعمك يا رب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع هذا الحديث وحق له أن يكون سيد الاستغفار، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وعد من أذكار الصباح والمساء، فمن قاله صباحا موقنا به فمات دخل الجنة، ومن قاله مساء موقنا به فمات دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يرزقنا توحيده وحسن شكره وعبادته، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الشيخ، بارك الله فيكم.